اهلا وسهلا استاذ عادل. اهلا اهلا. انا كنت متخيله غير كده خالص. تعرف انك صغير في السن؟ اسلوبك في الكتابه بيعجبني قوي. الله يخليك. انا بعت لك يا استاذ عادل عشان اهم حاجه في حياتي. طبعا عندك فكره انا كافحت قد ايه لغايه ما وصلت للمركز اللي انا فيه ده. مؤسسه الكاشف يا استاذ عادل جزء هام من اقتصاد البلد. ربنا يزيدك. رحلة الكفاح الطويلة دي عاوز اسجلها في كتاب اسميه مشوار على الاشواك. مشوار على ايه؟ الاشواك. عشان الاجيال الجديدة من الشبان تعرف ان مفيش حاجة اسمها يأس او فشل. كل عظماء البلد الايام دي بيكتبوا مذكراتهم. بس انا ما عنديش اسلوب جميل في الكتابة. عشان كده اخترتك انت تعمل لي الصياغة الادبية للكتاب بتاعي. حضرتك قريت لي ايه بالظبط؟ كتير كتير، كل اللي بتكتبه تقريبا. بس انا بكتب كلام فارغ. يا راجل بلاش تواضع. ده مش تواضع، دي الحقيقه. انا بكتب اخبار اهل الفن. دي رقصت كما يجب ان يكون الرقص. ده مثل كويس، دي مثلت زي النيله. سيادتك عايزني عشان حاجه تانيه. انت عايز ترشيني؟ صح صعب. اتفضل. ما بشربش بالنهار استاذ عادل. كل حاجه في الدنيا لها تمن، وعاده في التعامل معايا ما بيحصلش اي خلاف في التمن. قلت ايه؟ جايز يكون المبدا بتاع حضرتك مبدا صحيح. مش جايز، هو مبدا صحيح فعلا. طب كويس، بس انا ما عنديش حاجه بيعها او اساوم عليها اساسا. لا عندك، انك تسكت. سكوتك يا استاذ عادل ليه تمن كبير قوي عندي. طيب انا متشكر قوي يا فهمي بيه على حسن استقبالك ليا. انا ما عنديش استعداد الا انا اتعاون في جريمه. يا ابني اقعد، انت ليه غاوي تكبر المسائل؟ بالعكس، ده انا بصغرها، لانهم جريمتين. الجريمه الاولانيه قتل مرسي السويفي، والثانيه خطف البنت. البنت بخير. يعني انت معترف بخطفها؟ يا راجل، وانا بتحرك من مكتبي عشان اخطف جماعه من اصحابي قاموا بالمأموريه دي. يعني انت عارف وموافق؟ طبعا، نشهد ده ابني ولازم احميه. تحميه لما يكون في خطر عليه، لكن ده هو اللي خطر على الناس. اللي مش قادر افهمه ان السويفي اللي مات ده انت مالكش اي علاقه بيه، لا قريبك ولا صاحبك ولا اي حد. انت ايش دخلك؟ سيادتك تعرف جحا طبعا. مين ما يعرفش الراجل جحا المسخره ده؟ المسخره مظبوط. راح يا فندم لجحا الراجل المسخره ده. قالوا له يا جحا المسخره ماليه بلدكم؟ قال لهم انا مالي ما دام بعيد عن بيتي. خلاص رجعوا قالوا لي يا جحا المسخره ماليه بكم؟ قال لهم انا مالي ما دام بعيد عن مش عارف ايه. خلاص راجل حكيم دلوقتي بقى حكيم. بكمل شويه مسخره. انتوا عايزين الناس كلها تبقى زي جحا، كل واحد عايش لنفسه بس، علشان الدنيا تبقى سداح مداح وحضرك وتعملوا فيها اللي انتوا عايزين تعملوه. دي جريمه مش بضاعة تدفع فيها رشوة علشان تخرج من الجمرك بملاليم. أدانا، ما أنت بتتكلم كويس أهو. أفتكر زيارتي انتهت. أستاذ عادل، قبل ما تمشي عاوز أصورك أهم فرع في المؤسسة بتاعتي. وبعد كده تقدر تعتبر زيارتك انتهت. اتفضل. استاذ عادل عيسى صحفي. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. الدكتور يونس عوض الله، مؤكد تعرفه، مستشار الشركه القانوني. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. دكتور يونس كان استاذي في الكليه. ازيك يا ابني؟ الاستاذ طلعت لبيب المحامي. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. الاستاذ بركات عبد الله المحامي. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. الدكتور امين اسكندر المحامي. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. دول من اعلام القانون في البلد. برافو عليك انك عرفت كده. على اذنكم. اتفضل. 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 تفتكر قضيه هايفه زي القضيه اللي شغله بالك دي تستحمل كتابه مذكره واحده يكتبها استاذ من الاساتذه دول؟ ولما انت واثق بكفاءه عباقه القانون بتوعك ومتاكد من براءه ابنك، مش عايز القضيه تاخد مسارها الطبيعي ليه؟ عشان ما يتقالش على ابن متهم ولا يروح المحكمه. منطق غريب. فهمي بيه سيادتك كبير، كبير قوي صحيح، بس لا يمكن تكون اكبر من القانون.
مش ممكن تكون القاضي والجاني في نفس الوقت. انا عاوزك تفكر كويس، خد الامور ببساطه، مشي حالك، كل شيء اتحل، خليك انسان واقعي. مرسي الصيفي ما كانش صاحبي ولا قريبي، لكن من دلوقتي بس بقى ابويا وعمي، والبنت اللي عندك اختي سلامتها مسؤوله منك. ايه المفاجاه دي؟ بتعمل ايه هنا؟ وحشتيني يا مشمش. فرصه سعيده اهو. كان بيعمل ايه هنا؟ ده مخلوق جديد عليا، غير الشبان بتاع الايام دي، ما عندوش اي طموح. برضو ما قلتليش كان بيعمل ايه. بعتله عشان ابهدله على الكلام اللي كتب عليك في المجلة. وبهدلته؟ طبعا، خد كفايته مني. وعمل ايه؟ هيعمل ايه؟ ولا حاجة، فضل يسمع وهو قافل بقه. ما افتكرش، واسعة دي شوية كده. انت الظاهر تعرفي كويس. يعني انت في حاجة شغلاك؟ ايوه. عادل طرف فيها؟ ايوه. قولي عليها يمكن اقدر اساعدك. لو انتوا صحاب يمكن تقدري تعملي حاجة. فاهم يا كاشف، اعترفت بنفسه ان هو اللي خطف البنت من المستشفى. كان نفسي يكون معاه جهاز تسجيل واسجله اعترافه. ما كانوش لازمة، لأن التسجيل لازم يكون بقرار مسبق من قاضي الأمور المستعجلة. طب العمل؟ عمل إيه؟ هل تعرف يا صديقي إنه حتى هذه اللحظة القضية كلها مجرد حادثة عربية عادية؟ وعليه فالبنت المخطوفة هي أهم عناصر هذه القضية، بل تقدر تقول هي القضية نفسها. لا أعرف هو مخبيها فين؟ يا أخي يعني كل اللي أقدر أعمله إني أبعت أستدعي نشأة الكاشف لأخذ أقواله. باعتبار ان اسمه ورد في محضر التحقيق. بابا هزال، مش عارف احل المساله دي. ثانيه واحده عدول، تحطيم طريق انت على طول خايف مش خلقان كده ريم. القسمه مركبه، واحد اثنين ثلاثه اربعه، خد حسين. شاي كويس؟ شاي كويس يا حسين. شاي حلو؟ ايوه حلو شاي، بس فين على طول؟ حتى سمك الزينة قلتوه بقى كل مصايب. ده موزع دول. لا ولا يهمك. سين، حادثة بشعة زي دي لا يمكن تكون العربية سليمة. لازم فيها خطة، لوحة، تطبيقة. ممكن، بس تلاقيه صلحها. ممكن تتفز بسهولة. أنت لو استدعيت نشأة الكشف وواجهته بالمعلومات دي ولو ضغطت على أعصابه شوية ممكن تفت منه حاجة في إيدنا.